وبتقرينا هلأ تفاصيل عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي يلي أطلقته جمعية حركة السلام الدائم للحد من الأسلحة بالشرق الأوسط والتوعية حول مخاطره. تفاصيل من تبعه. من أجل توعية الناس والمجتمعات حول المخاطر يلي عم بسببها انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بين أيادي الناس دون أي ترخيص، أطلقت جمعية حركة السلام الدائم الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الإقليمي يلي رح يتناول آليات الحد من الأسلحة في الشرق الأوسط. يومياً بالإحصاءات يسقط ما يقارب 4000 ضحية بالأسلحة الصغيرة والخفيفة فقط. هنالك ما يقارب 875 مليون قطعة سلاح منتشرة بين إيدين المدنيين. هي أرقام مخيفة جدا. هل يعقل أنه القانون الدولي لا يغطي هالأداة، أداة القتل؟ Actually, Germany is supporting any attempts at arms control, not only in the Middle East but in other parts of the world, because that helps secure the peace. جامعة الدول العربية والمنظمات الأهلية بيحاولوا يعملوا اجتماعات كيفية التغلب على هذه الثقافة والحد من مش بس الانتشار الأسلحة، لا كمان الحد من انتشار العنف المسلح. افتتحت الجلسة بفندق الهوليدي إن وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية وبمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية ووزارات الخارجية ومنظمات غير حكومية ب 13 بلد عربي. The problem is multifaceted. I'm here to provide some information. That's what we do in Geneva, the Small Arms Survey, the research institute attached to the Graduate Institute of International Development Studies. We look at all aspects of small arms and weapons, so proliferation problems, problems of armed violence. في الشمال بصفة عامة وفي شمال لاند خاصة قد تم تقنين ووضع قوانين للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. نحن في موريتانيا جينا إلى هذه الورشة من أجل أن نكون دعاة للسلام ودعاة لكل من يريد أن يقف أمام من يقتل بسلاحه ومن يقتل بسيفه ومن يقتل بدبابته. هالمؤتمر بيسلط الضوء على مخطط الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لتنظيم تجارة السلاح عبر العالم وفق معاهدة تجارة الأسلحة. منتابع حلقتنا مع تقرير جديد لننتقل من خلاله إلى أستراليا اللي عم تستقبل سنويا نشاط فني عم بيحول قطعة خشب إلى تحفة. تقرير. بالمنشار المشتركين والمشتركات عم يحولوا قطع خشب إلى تماثيل فنية. أستراليا سنوياً تستضيف هالنشاط الفني، وسنوياً أعين الزوار ما بفارق الإعجاب والاستعجاب. من أستراليا إلى بيروت وتحديدا استوديو كلام بيروت مع زميلتنا رولا كساب حداد لليوم تنعرف أكيد تفاصيل عن حلقة اليوم مع ضيفة. رولا صباح الخير. صباح الخير. كيفك رولا؟ ماشي الحال. ضيف اليوم نائب الأستاذ مروان حميدي، معه أكيد رح نقرأ بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مبارح، وين بيلتقي وين بيفترق عن خطاب الرئيس سعد الحريري وملامح المرحلة اللي جاية على لبنان، سواء بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية أو بالنسبة لاجتماعات وعمل مجلس الوزراء اللي يبدو أنه بعده ما تم التوصل اللي حلحلة بشأنه. هيدا بإيجاز أبرز المواضيع يلي رح ناقشها مع الأستاذ مروان حمادي، إضافة طبعا للوضع الإقليمي بعد ذبح داعش للأقباط، كيف المواجهة؟ هل مسيحيو لبنان والمنطقة تاليا هم بخطر؟ قديش التضامن اللبناني بيوقف سد منيع بوجه
كل حركات الإرهاب والتطرف. نعم، شكرا لك رولا، منتابعك بعد شوي، وللمشاهدين بأمريكا بيقدروا يطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت يلي عم بيقطع بأسفل الشاشة. ختام حلقتنا رياضي، وبكرة نعطيكم موعد جديد بحلقة جديدة من أخبار الصباح، كونوا معنا. باي. باي. بظل إقامة مبارتين بس بكل ليلة، ما راح يكتمل دور 16 ل 18 أذار، بس باريس سان جيرمان راح يكون عنده ركلة البداية، وقد بيستضيف تشيلسي الثلاثة بإعادة لدور 8 من الموسم الماضي، وقت انتصر فريق المدرب جوزي مورينيو بإعادة الهدف خارج الأرض. وراح تكون المواجهة بين ديفيد لويز يلي بيلعب حاليا بالنادي الفرنسي بمواجهة فريقه السابق. وبطل فرنسا يلي عم يسعى لبلوغ دور 8 للموسم الثالث على التوالي، عنده 32 مباراة من دون خسارة على أرضه بأوروبا، بالرغم أنه بيحتل حاليا المركز الثالث بالدوري، وهذا أمر مخيب للأمل. وتعثر باريس سان جيرمان بآخر مباراة قدام فريق كان بنتيجة 2-2، وراح يقود تشيلسي المباراة وعينه أنه يسجل نتيجة إيجابية، خاصة أنه تشيلسي حاليا بتصدر الدوري الإنجليزي وعنده أكثر من سلاح بيقدر يرجع بنتيجة إيجابية لملعب ستانفورد بريدج. خبرة وذكاء مورينيو راح يلعبوا دور كتير كبير بهالمباراة. وبيخوض شختار دونيتسك بطل أوكرانيا بآخر 5 مواسم أصعب مواجهات، وقت بيستضيف بايرن ميونخ، وعين باير نفسه من صعوبات من أجل العودة لمستواه بعد العطلة الشتوية اللي أمضاها بقطر، بس نفض الغبار عن حاله وقت قدر يكسب هامبورغ بنتيجة 8-0. وفشل شختار أنه يفوز بآخر 4 مباريات على أرضه ضد منافسين ألمان، وتحقق فوزه الأخير على إنتراخت فرانكفورت بكأس الاتحاد الأوروبي بموسم 80-81. والأنباء الجيدة للفريق الأوكراني أنه نجح أنه يحتفظ بالمهاجم البرازيلي لويس أدريانو، هداف البطولة ب9 أهداف بالرغم من اهتمام روما بضمه. وأكيد رح يسعى فريق بايرن ميونخ أنه يرجع لألمانيا بانتصار أو بنتيجة تكون جيدة بانتظار مباراة الإياب على أرضه. وراح تعيد مباراة شالكي على أرضه ضد ريال مدريد نهار الأربعاء ذكريات حزينة للفريق الألماني اللي تلقى خسارة تقيلة 1-6 قدامه نفسه الإسباني على الملعب نفسه بالمرحلة ذاتها من البطولة قبل عام، كما خسر شالكي 5-0 بملعبه قدام تشيلسي بدور المجموعات، وتأهل بفضل انتصاره المثير للجدل 4-3 على سبورتينغ لشبونة. على الجانب الآخر فاز ريال بمباراته الستة ليتصدر مجموعته بفارق 11 نقطة عن فريق بال. وبيسعى فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني أنه يكرر الإنجاز، ويقدر كمان يحقق نتيجة إيجابية على ملعب فريق شالكي والعودة لإسبانيا بفوز أو بتعادل على الأقل. أثار الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الشكوك حول مستقبله من بعد ما قضى عطلة قصيرة بمدينة برشلونة مع صديقته ومع ليونيل ميسي. التقرير أشار إلى أنه ميسي بيرغب أنه ينتقل مواطنه ليلعب معه ببرشلونة بعد انتهاء عقوبة التعاقدات يلي وقع على النادي الكتالوني. منذكر أنه السيتي رح يقابل برشلونة يوم 24 من الشهر الحالي بدور 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما رح يتوجه للكامب نو ب 18 مارس المقبل لخوض مباراة الإياب. مباراة الأول ستارز أو كل النجوم انتهت لصالح فريق الغرب أو الويست بنتيجة 163-158، وتعتبر هي أعلى نتيجة بتاريخ مباراة الأول ستارز وبلغت 321 نقطة. راسل ويست بروك سجل 41 نقطة للغرب، وكان على بعد نقطة واحدة من الرقم القياسي لمباراة كل النجوم يلي مسجل باسم وايت تشامبرلين عام 62 وكان 42 نقطة. ليبرون جيمس كان أفضل مسجل من ناحية فريق الشرق مع 30 نقطة. مباراة أجريت على ملعب ماديسون سكوير جاردن بنيويورك وتابعها 17198 متفرج، ودخلت المباراة سجلات التاريخ من وقت انطلاقها، والسبب مشاركة الأخوين جاسول من انطلاق المباراة، وهي أول مرة بالتاريخ 2 أخوة بيشاركوا. افتتحت بطولة ناسكار الأمريكية للسيارات، وكان أول سباق سبرنت أنليمتد على حلبة دايتونا الدولية بولاية فلوريدا. وهذا سباق استعراضي وبتألف من 75 دورة حول الحلبة، وبلشوا بول مينار وكيسي كين من الصف الأول. ومثل العادة عم بيصير كان حوادث وتلويح براية الأنذار، ووقعت عدة حوادث بس ما كان في إصابات أبدا تذكر، وكمل مات كينيسيس بالمراحل الأخيرة بالمركز الأول لينتزع المقدمة ويفوز بالسباق، وترك المركز الثاني لمارتن ترو جونيور، والثالث كان لكارل إدواردز.
وصل الصربي نوفاك جوكوفيتش تربع على صدارة تصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 13,045 نقطة، وبعده السويسري روجيه فيدرير بالمركز الثاني ورافائيل نادال الإسباني بالمركز الثالث. وشهد تصنيف هالأسبوع تبادل المركزين السابع والثامن بين سويسري فافرينكا وتشيكي توماس بيرديتش، وصعد الأول للمركز السابع وتراجع الثاني للمركز الثامن. وعند السيدات وصلت الأمريكية سيرينا ويليامز صدرتها للتصنيف العالمي برصيد 9,777 نقطة، وشهد تصنيف الأسبوع تبادل المركزين الثالث والرابع بين التشيكية بيترا كفيتوفا والرومانية سيمونا هالب، بينما صعدت الأولى للمركز الثالث وتراجعت هالب للمركز الرابع، وبعد الروسية ماريا شاربوفا بالمركز الثاني برصيد 8,210 نقطة.